عندي لحمه ستيك بالشكل ده، هحط لها فلفل رومي، هحط لها فلفل حامي، بصل، معلقه عسل نحل كبيره بس مش مليانه قوي، ومعلقه خل وملح وفلفل. ازاي؟ انا اجيب المطحنه بتاعتي، نقول بسم الله. برضه طريقه الستيك دي حلوه قوي بقى، يعني بص حلوه صراحه. يعني احط هنا بصل، بصل مبشور او بصلايه عاديه وافرمها طبعا، بدل ما انا كده كده معايا معلقه عسل نحل كبيره على كيلو. حاجات مطاعم بقى دي، ده طعم مطاعم ده، ماشي. ومعلقه خل كبيره، ومعلقه هريسه شطه كبيره. طيب ما عنديش هريسه شطه، حطي قرن فلفل حامي بس مش كبير، لان هريسه الشطه دي دايما بيبقى فيه فلفل حامي وفلفل رومي. فلو انت ما عندكيش هريسه شطه، حطي قرن فلفل نص قرن فلفل حامي. هاخد فلفل الوان، احنا بقولك احنا بنجيب لسه بقى وبندلع بقى الاكل اللي احنا بنعمله، فببقى حاجات بشتري لها حاجات مخصوصه مش اللي عندي في البيت بس. فا ممكن اشتري كام قرن فلفل رومي كده زياده. استاذ محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانت طيب. وانت طيب؟ عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي ليك اي سؤال؟ إيه، عايز اسال عن طريقه عمل البيتزا بالمشروم. حاضر، عينيا. بيتزا بالمشروم، الحاجات دي حلوه قبل رمضان. عينيا، شكرا ليك، صباح الفل عليك. بص بقى، ملح وفلفل كله مع بعضه هنا، يعني على الكيلو معلقه ملح صغيره مليانه ونص فلفل، واضرب ده كله مع بعضه. هقول تاني اللي انا حطيته هنا ايه: بصلايه، معلقه عسل نحل كبيره، معلقه خل كبيره، حطيت معلقه هريسه شطه كبيره، فلفل الوان عشان دي الوان حلوه، حلوان حلوه جوه الخليط اللي انا بعمله، وملح وفلفل. ماشي، اروح واخده الخلطه دي كلها بقى كده وحطها على لحمه الستيك دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان طبعا ايه مهم قوي احنا بنعمله؟ البوفتيك. البوفتيك من الحاجات المهمه جدا جدا اللي احنا بنخزنها برضو. انا كده الستيك خلاص بحطه واسيبه شويه متقلب مع بعضه، وابدا ارصه جوه ايه؟ اوريكي دلوقتي. جوه كيس حراري. جوه ايه؟ جوه كيس حراري اللي هو عملنا فيه الفراخ قبل كده. اهي الخلطه كده تمام. وبعدين اهو هوريك دلوقتي اهي كده، وهروح حطاهم في كيس حراري زي ده، فاكرينه؟ ارصه بعد ما ده يتنقع شويه، ابدا ارصهم وادخلهم الفرن. البوفتيك، البوفتيك عشان بس الحق ان انا ايه اوريهولك. لحمه البوفتيك طبعا بتجيبيها الحته من وش الفخده، تقولي له كده عشان يعرف ان انت فاهمه، يعني عايزه بوفتيك من وش الفخده. طبعا احنا يعني حتى لو اداكي مش وش الفخده مش هنعرف، بس مش مشكله، المهم يعرف ان انت عارفه وخلاص. فعندي هنا هعملها بايه بقى؟ ميه البصل، ميه البصل، معلقه خل، ومعلقه سكر، وملح وفلفل بس. عايز تحطي ورق لورو، عايز تحطي حبهان، عايز تحطي اي حاجه معاها، حطي زي ما انت عايزه. فبصوا عندي هنا كده ميه بصل، طبعا دي كتير انا مطلعاها حبه كتير من البصل، بتبشري بصليه كبيره وتاخدي ميتها، ومعلقه خل، ومعلقه سكر. ده كل ده بياكل مع البوفتيك بتاعنا، وشويه فلفل اسود، وشوية ملح، وأقلب ده كله مع بعضه. وبعدين أروح منزلة البوفتيك فيها، يكون طبعا الراجل بقى دقه وعمل بانكياس وكل الحركات دي، وأروح إيه منزلة ده كده. بعد كده بعمل إيه؟ بعد ما أسيبه منقوع ساعة اتنين في التلاجة، بحط في دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط، وأروح إيه مغلفاهم بقى كويس جدا. بس
حاضر اهو انا عندي كده اهو، انا كده حطيت عليها ايه؟ يبقى المفتيك مش بصل كامل، ميه البصل بس، دقيق وبعدين بيض، بعمل بيضتين مثلا، وبعدين بقسماط، وابدا اغلف بيهم البفتيك بتاعي، ما تعملش حته كبيره تمام، واتلجه في الفريزر، بيعمل لك احلى بفتيك وهو في الفريزر بالنقعه دي، وبالتتليك كمان بيساعده ان هو يستوي، فيطلع معاكي احلى بفتيك ان شاء الله.